مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم. تغطية المغاربية مستمرة والحراك الشعبي مستمر، والحراك الشعبي يدخل مرحلة جديدة، مرحلة المرحلة الانتخابية المضادة. نطالع ما نشر على مواقع التواصل تفاعلا وتعليقا على أول يوم لحملة وصفت بالكارثية، ونعود لمناقشة المواضيع. نقرأ في أول منشور. طبعا اليوم أمس كانت هناك حملة للمترشحين. طبعا صفحة سيستم ديغاج، ملخص الحملة لليوم الأول: هاشتاغ بنغرينا سيلفي في البريد المركزي، وبنفليس شوية زرنا في تلمسان، ميهو بدموع تماسيح في زاوية في أدرار، وبالعيد صلاة على جنازة في زاوية بأدرار، وتبون على ما أعتقد راح ليبيا لأنه لم يظهر في أول يوم للحملة، وأرسل نائبا عنه لما كانوا أصحاب تيزي وزو في شوق للاحتفال به. وطارق النووي: القبوريون يعودون هذا الأسبوع، بوتفليقة كبير، وهم الذي علمهم الشرك. طبعا في غياب التحتيم على الحراك الشعبي وغلق المغاربية على الانترنت، على المواقع، على القمر الصناعي، فكرت السلطة أنه ربما لن يكون هناك تفاعل، ولكن النشطاء على مواقع التواصل أخذوا المبادرة وصاروا هم الإعلام البديل بالفعل. يعني كانت في مقارنة بين بوتفليقة لما كان يبدأ الحملات الانتخابية من الزوايا، وعملها ميهوبي وبالعيد. في عياش دراجي يقول الصحفي عياش دراجي: الجزائر من المتوقع ارتفاع سعر البخور والجاوي والقماش الأخضر، وهذا في أعقاب زيارة الأضرحة والزوايا. ورضا بودرع المحامي: بالعيد عبد العزيز ما قدرش يقنع الأحياء بالانتخابات، راح للموتى يوم ما كاش الانتخابات. الناشط الياس فلالي: واحد المترشح بدأ الحملة الانتخابية بزيارة القبور، ها ها ها، راح يدعي الأولياء الصالحين كاش ما يعاونوه، ما كاش انتخابات مع العصابات. الصحفي إدير دحماني: ميهوبي الأرنوب يذرف دموع تماسيح. والصحفي المغترب سلام الصغير: مرشحون قبوريون بدأوا حملتهم الانتخابية للرئاسيات من الأضرحة، بدايتها دجل وشعوذة، إنه البؤس والإفلاس. وكذلك من التفاعلات على مواقع التواصل، طبعا كما قلت في مكان الإعلام يعتم، النشطاء يقومون بدور الإعلام البديل. بدل تعليق صور المترشحين، النشطاء الرافضين للانتخابات وهم الأعظم، السواد الأعظم، يلصقون صور المعتقلين في كل الولايات، تقريبا في كل الولايات. المحامي رضا بودراع: فوتو بخيز الانستون بن عمر كوبا لو بوبل لي بورقعة غوجي توتال دو لا ماسكارا دو 12 12. كذلك هنا نشوفوا سفيان شاوي، بوست لسفيان شاوي، صور المعتقلين وصور الشهداء يتنحوا كاع. ما كاش انتخابات مع العصابات. ياسين، الناشط ياسين عبد الله، ياسين عبد الله طبعا التقى أمس المترشحان ميهوبي وبالعيد في أدرار، وكانت جلسة شاي وكاوكاو، وأعطوني بلد واحد في العالم يخرج فيه اثنين مترشحين للانتخابات الرئاسية يديروا حملتهم الانتخابية مع بعض.
إذن طبعا الحراك فعلا يعني الحملة أعطت فرصة للحراك أنه يتغلب على الرتابات الخروج والهتافات الخروج والهتافات، لأن كانت فسحة جديدة للحراك أنه يطلع القوة اللي فيه ويعرف كم هو قوي أمام ما وصفه مثلا الصحفي سعيد بعقبة بالبلع. ومعنا حمو مرزوق الإعلامي والناشط في الحراك أيضا من الجزائر عبر التليفون. حمو أهلا وسهلا بك. مساء الخير مشاهدي مستمعي الكرام المغاربية، أهلا. حمو كيف تابعت ليس الحملة، الآن نحكو على تفاعلات لصاحبات وأعقبات أول يوم في الحملة. أولا الشعب الجزائري هو شعب مسالم متحضر إلى حد الساعة، لأنه يعرف أنه بثورة سلمية، ما زال يقدم صور حضارية، يرفض الانتخابات بصورة من أحسن الصور في العالم، ما قام به في الساعات الأخيرة وكيف غنى أيضا ضد المترشحين، ولكن ليس عنفواني. هذه الخلاصة، أن عندما قالوا سموها أن هذه ثورة ابتسامة، يعني هذا الشعب الجزائري هو شعب مسالم إلى درجة أعلى، يعني يعارض بطريقته، يندد بطريقته، يعارض كل مشاريع من أجل الذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت، من أجل أنه يعرف أين يذهب، يعرف أنه يريد الذهاب إلى جزائر حقيقية، جزائر مرسومة، جزائر فيها الحقوق والواجبات. أما النظام رغم أنه وضع الانتخابات بلا ذوق بلا معنى، لم في كل دول العالم لم تشهد نفس الانتخابات، يعني ممكن أن نحللها أن هناك فيلم يلعبون في الفيلم، ثم في الأخير باش يكون هو الأكتر، هذا هو البطل في الفيلم، يعني كل شيء مخدوم، لان حتى المنافسه السياسيه ما شفناهاش، حتى المشاريع، يعني مشاريع الانتخابات، مشاريع جزائر جديده ما شفناهاش. الشعب الجزائري فهم ان هذا هو السيناريو، وهو الان في الشارع متواصل، الانتخابات فيلم، وفيلم والحقيقه هي في الشارع وفي الحراك. طيب وما رايك حمو، انت تتابع مواقع التواصل طبعا في غياب تعتيم الاعلامي وفي غياب مرافقه الاعلام، على الاقل تسليط الضوء على الخبر، على الاقل الاعلام لا يتناول حتى الخبر الخاص بالحراك، وبينما الان راه يغطي وواضح انه في ترسانه من الاعلاميين الصحفيين الكاميرات كل الكرو يعني يمشوا ويرافقوا المترشحين حيثما ذهبوا. هل يعني لما عتموا على الإعلام وقطعوا المغاربية من الحجب المغاربية من الساتلايت، هل راجع الناس إلى بيوتهم؟ هل كان الناس محتاجين من يقولهم ماذا يفعلون وكيف يعني تكون ردود افعالهم؟ يعني تحجب المغاربيه التي قامت بدور هام يعني في الساحه السياسيه في الجزائر، التاريخ سيذكرها، ولكن رغم حجب المغاربيه فالشارع الجزائري هو دائما في الشارع. اليوم ما كانش هناك، ما زال في عقلي ان الاعلام الان يؤثر على المجتمعات، ما بقاش هذا الاعلام يؤثر على المجتمعات، الاعلام ممكن ان يساهم في تقديم نظريات المجتمع، يطرح اسئله والنقاش، يسعى للمجتمع ان يحل المسائل السياسيه. اما الاعلام في وقتنا هذا، في عصرنا هذا، ان يؤثر على المجتمع، فهذا ما بقاش، لان اليوم هناك اعلام واعلام مضاد، وهناك كل واحد اصبح اعلامي بتواجد فيسبوك وتويتر واليوتيوب، اصبح المعلومه تاتي بالدقيقه بالثانيه. في السنوات الماضيه في العصر وفي بدايه الالفينات او التسعينات كان الاعلام يؤثر على المجتمع، اليوم الفيسبوك هو الذي يؤثر. اذا احنا حبينا نشوفوا واش صار في انتخابات في امريكا، المواقع التواصل الاجتماعي اثرت على الانتخابات في امريكا، عندنا هنا التحاليل، نحن ما زلنا نفكر في عقلية التسعينات، ولكن العالم اليوم يفكر في العقلية الجديدة، هي التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، تويتر واليوتيوب والهاشتاج أيضا،
انستغرام شركه مثلا في شركه الجزائر يستعملون الهاشتاج انستغرام، حتى هناك مثلا اعلاميون بارزون ما يظهروش في التلفزيون، قياديون معروفين في التواصل الاجتماعي، ممكن ترى هناك اعلاميون يظهرون دائما على شاشه التلفزيون ما عندهمش تاثير مثل الناس اللي تظهر الان على الفيسبوك واليوتيوب. اليوم انقلبت الموازين حسب التكنولوجيا العالم. الفكره هنا حمو انه برغم انه هذا الاعلام كله اللي موجود في الجزائر انه موالي كله بالقطاع العام حدث ولا حرج، الخاص برغم انه موالي ويعتم، و بعض حتى بعض القنوات الدولية، يعني حتى بعض القنوات الدولية هي مهادنة للنظام يبدو الجزائري، ومع ذلك النشطاء يعني تولوا المهمة، يعني ماناش نشوفوا في الناس ما همش عارفين واش يديروا، أو الله تفات عليهم مغاربية والله مش عارفين واش يديروا، الإعلام يعتم عليهم، لا بالعكس، حتى ان الصحفي سعد بوعقبه كتب البارح في مقالته انه يعني الشيء اللي يعمله الاعلام بالعكس هو خدم الحراك. ما هو رايك؟ بطبيعه الحال اليوم ان كل الذين يحللون اليوم الاعلام في الجزائر هم نفس الذين الاعلاميون المحايدون الذين يتبعون الحقيقه، لان هناك اليوم من يناضل من اجل جيبه ومن اجل قوته، وهناك من يناضل من اجل الحقيقه. اليوم هناك فرق، ولكن عندما نقول بالتحليل اليوم ما كانش هناك تاثير، ما بقاش تاثير. اليوم من كان ممكن ان نقوم بخطاب على كل الجزائريين خارج الشارع ونقول لهم عودوا للديار، يقولوا شكون تابع تقول هذه الكلمه؟ ممكن تقومين بمبادره غدوه تقول تقولي باه يولوا يقول لك شكون انت؟ انا عارف صرات الاضرابات، الناس دعت الاضرابات ثم قالت لنا نحبسوا الاضرابات والناس تهاجمت عليهم، لان اليوم الشعب الجزائري هو الشعب يرى القدام، لان هناك سياسيين في الحراك، ترى الناس سياسيون اكبر، عندهم وعي سياسي، ثقافه سياسي احسن من الناس اللي نشوفهم في القنوات التلفزيونيه. اليوم ظهرت جهه اخر نظري اخرى، هناك ايضا سياسيون قدام اللي ناضلوا في الجزائر في التسعينات و2000 قدموا الكثير للجزائر، ولكن الاعلام ما نقدرش نقتلهم لانهم متواجدين في الشارع، الاعلام حاول ان يدفنهم، لانهم هؤلاء الشخصيات كانوا ناضلوا عندهم خطاب صريح، ولكن عندما في 2011 ظهرت شخصيات ديكوريه، شخصيات فولكلوريه، اصبح التحليل السياسي اللي يجي يدير التحليل السياسي، اللي يجي يدير التحليل الاقتصاد، اللي يجي يدير مناظره، ولكن هناك المناظرات اليوم شكون يدير البوز؟ شكون يعيط بزاف؟ شكون يشرح بزاف؟ وشكون يتهجم على الناس بزاف؟ ولكن الخطاب التنقراطي ما كانش، الخطاب السياسي ما كانش، عشنا احنا بالاعلام هذا، رجعنا لوراء سنين وسنين، ولكن اليوم ظهور فيسبوك والعوده، عوده النشطاء وعوده الناس اليوم تسمع الى اليوم الشعب الجزائري ولا يفهم الخطاب هذا، يقول هذا عنده خطاب واعي، يقول هذا خطاب شعبوي. اليوم الحراك هذا رجع الناس كبار للساحه السياسيه، ونشوف السنوات القادمه ان يكون هناك في اذا تحرر التلفزيون العمومي والعاود نشوفوا ان هنا يكون خطابات من اروع ما يكون، لان هناك الطبقه السياسيه الحقيقيه مازال ما ظهرتش في التلفزيون. طيب. ومازال ما نشفعش يعني. خليك معنا حمو حتى نشاهدوا مع بعض من عمل الاعلام البديل، يعني القنوات هذه تاع الجزائريه اللي ماهيش تقدم الراي وراي الاخر، ماهيش على الاقل تنقل الخبر اللي موجود في الشارع، الاعلام البديل ماذا يصنع؟ أنا نشطت تجمعا شعبيا كبيرا في قاعتين كانت مكتظة والحضور كان قويا. رسميا عن افتتاح حملتنا الانتخابية من نفس الدرج الذي كنت أقف فيه مع حراك الملايين. صدمة كبيرة يا والقلب، يا كان ديجا بحيرة قلبي، كان ديجا بحيرة العمر ساكنة دون او ماي جاد.
أما تبون فانقطع الخط، يعني تركيب هزلي هو تعليق وخلاصة الحملة. أول يوم في الحملة ما حدث البارح. حمو مازال معنا؟ حمو نعم. لماذا لا نرى مثل هذه المقابلات، مثل هذا العمل مثلا في التلفزيون الجزائري، وهو تلفزيون الدولة، تلفزيون القطاع العام؟ لأننا احنا ما زال ما وصلناش إلى ثقافة الإعلام، ما زال ما وصلناش إلى الديمقراطية الحقيقية. احنا نعيش في ديكورات، يعني يقول لك لعاب حميدة والشعر حميدة، هذا هو الشعار في الجزائر اللي معروف. عندما نروح إلى الديمقراطية الحقيقية تقدم الكلمات ومدفوع الصحفي، ما عندوش، ما يتعاملش بالعاطفة مع الأمور. السياسي الجزائري ما يتعاملش بالعاطفة، كل رغم أن الإعلام الجزائري ممكن تكون لها توجه، ولكن دائما يكون متفتح، تعطى الكلمة للناس. هذه هي في مقاليب السلطة. لهذا الشعب الجزائري خرج يناظر من أجل الاستقلال الحقيقي للشعب. الاستقلال ماشي في الهضربات، الاستقلال في الإعلام، الاستقلال في الاقتصاد، الاستقلال في الثقافة، في الحرية. لهذا الشعب الجزائري كل ما يقول يعني كل ما يقول استقلال عندها معاني كبار. يعني عندما نذهب الإعلام الجزائري يكون متفتح، الإعلام العمومي اللي عنده الحق أن يتحدث ماهوش مخصص اليوم يتحدث، الإعلام العمومي هو ديكورات الناس حتى ممكن ما تقدمش لهم حتى الكلمة في الإعلام اللي كان يكون إعلام حقيقي، ما تكونش لهم الكلمة، لأن هناك الناس اليوم خايفين مكانتهم عندما تكون ديمقراطية، لأن الناس اليوم تحضر تعيش بالطبل، ما تقدرش تعيش بالعقل، ما تقدرش تعيش بالمشاريع. الناس ولت برك يعني ولت تهجم على الناس ولت تشكر تمدح. نحن الناس كل محللين الذين يظهرون في التلفزيون هم مداحين، مداحات حنا. ما عندناش محلل بأتم معنى الكلمه، يقدم التحليل يقول انا كاين انا غلط. المداحات حنا عينا من المداحات، عشنا 20 سنه مداحات وما زلنا عايش اليوم مداحات مع احتراماتنا للمداحات. شكرا لك، بارك الله فيك. حمو مرزوق الإعلامي الصحفي والناشط في الحراك الشعبي. إذن طبعا الحملة الانتخابية وصفت بالكارثية، وصفت بالفاشلة قبل أن وهي في يومها الأول، ولما طبعا المظاهر اللي رأيناها بالرغم مثلا من أن ميهوب العيد نسبيا يعني هم شباب مترشحين شباب، ولكن راحوا للأضرحة على طريقة بوتفليقة، راحوا يعني اللي يروحوا يحكوا مع الشباب بدأوها كما قال الصحفيين بالشعوذة والبخور. يعني نحن ننقل تفاعلات الحراك الشعبي اللي رافض للانتخابات، ننقل تفاعلاته حول أول يوم في الحملة الانتخابية، وسنشاهد فيديو مثلا لميهوبي وبالعيد. التقوا اثنين مترشحين من مفروض عندهم يعني برامج انتخابية مختلفة وتنافسية، والجزائر طويلة وعريضة، يعني لماذا يروحوا الاثنين الأدرار؟ سنسأل سيكون معنا محمد قاسمي ونسأله. نشوفوا كذلك ما يفعله النشطاء في مواقع التواصل وهم يتعقبون تفاصيل الحملة. Thank you.
إذن طبعا هذه التفاصيل الصغيرة تحدث في بريطانيا. مثلا كان في ديفيد كاميرون في بريطانيا وجاء البرنامج صباحي والإعلام كشف له أنه جواربه مقطوعة. الشباب الآن ما عادش يقبلوا الشعوذة والإجراء والممارسات والطقوسات وتعب وتفريقة واللي قبله والشباب عاد يركز على كل التفاصيل. معنا محاد قاسمي من أضرار. محاد أهلا وسهلا بك. محاد قاسمي طبعا تم اعتقاله أمس وتم إطلاق سراحه. طبعا سنسأل محاد لماذا تم اعتقاله وما هو رأيه أولا في المرشحين الاثنين اللي جوهم الأضرار وزاروا الأضرحة، وكيف كان تفاعل الشعب الأضرار على هذه الحملة في أول يوم عندهم اثنين مترشحين مرة واحدة. كانت هذه أضرار يوم أمس أول يوم في الحملة، حيث تنقل مترشحان هما بالعيد وميهوبي وزير الثقافة السابق. نرحب بالأستاذ صلاح الدين يخلف ناشط الحقوق من جنيف وهو معنا عبر خدمة سكايب. وبما أننا في أضرار ومعنا محاد قاسمي نستسمح للأستاذ صلاح أنه نحكي مع محاد، وصلاح معنا سكايب إن شاء الله يتفضل بالبقاء معنا طول الحصة. محاد قاسمي هل أنت معنا؟ السلام عليكم. سلام محاد، عسلمة. اعتقلوك أمس وطلقوك، ما اللي حدث؟ حدث في أرض. نعم محاد. يتلبس هذا الحراك. ألو أسمع. نعم نسمعك محاد تفضل. يعني ما حدث أمس يوم أول يوم في الحملة الانتخابية حدث مثل في أضرار ما حدث في تلمسان في العاصمة، ما حدث في تيزي وزو وفي بعض الولايات، وبالتالي نحن يعني جزء من هذا الشعب. قررنا أننا نأخذ حراكنا، وهذا الحراك يوم 22 فبراير الى انه يكتمل الى الاخير الى ان يحقق اهداف هذا الحراك. وهذا الهجوم اللي وقع المترشحين في يومين، لازم نعرف بلي حتى اليوم رايح يكون تبون الان، يعني ممكن يكون في يوم الحمله تبون موجود الان وراح يكون في حمله على مده بعد ساعتين الان. وبالتالي نحن حراكنا مستمر، هو تحقيق اهداف الحراك وصنع التغيير، ونعتقد ان هذا الحراك هذه الحمله الانتخابيه لا تحقق هذا الهدف، ولا هذا المترشحين يحققون هذا الهدف. وبالتالي
وصلنا تركنا قررنا ان يكون فيه مسيره واحتجاج يوم الامس راح يكون ربما راح نتكلم على اليوم الى كان يوقع فيه وربما مشكل ما راح نتكلم على اليوم ولكن نتكلم على امس. اخذنا في مسيره حاولنا رفضنا هذه الانتخابات لانها تعيد العصابه تعيد الاسكال النظام وبالتالي رجبنا المسيره من المنطقه العموميه ومسيره الى 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 الى, إلى, إلى الشهداء وبعدها الى القاعه اللي كانت راح توقع فيها الحمله وبالتالي وقعت فيه يعني محاوله لاعتقال المسار وفيه اعتقال ثم اعتقال حوالي 35 شاب 35 شاب وتكلم على ممكن تكون 35 ممكن 36 ممكن تحت تكون 30 ما حد 35 شاب من بينهم الو الو نسمعوا فيك هو صوتك اللي ينقطع مره مره طيب نحاول طيب ان شاء الله برك تحصل الامور فصوت انت تعرفوا بلي دائما عندنا مشكل في الفلاس معليش ما حد معليش خذ وقتك ما طالما لا ينقطع الخط احنا راضيين جميل 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 يمكن يعني الشرطه طلبت منا نبقاو بعاد على 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 على, على, على الباب البوابه نتاع اللي راح يحدث فيها بدايه الحمله يعني بالتاكيد الاحزاب كانت في قاعتين وبالتالي احنا بالنسبه لنا وقعنا مشكل لانه ما قدرناش نتقسموا وكانت هذه القاعتين كانت المسافه بعيده بيناتهم وكنا كان الهدف اننا نعملوا وقفه القاعه الاولى اللي كانت راح تكون في التوقيت على الساعه الثانيه ونمشوا للقاعه الثانيه اللي تكون راح يكون فيها التوقيت راح يكون على الساعه معناتها لما حدث المشاكل هذه كنا الاولى هذا لا اننا نساند شخص على شخص او معناها اننا مش لنا مشكل مع نحن ضد الانتخابات جمله تفصيله ضد المسار الانتخابي الان جمله وتفصيله وبالتالي اتفقنا ولكن الحمد لله انه طلبت من انهم يبقوا صامتين ولكن لما سمع حاله الاقوال وكان فيه بث مباشر وجاوز ثم الاعتقال تاعنا زاد الاحتقان اكثر والشباب والشرطه اللي كانت رافضه ان يكونوا على بعد مسافه من القاعه اصبح الشباب كمل المهمه ونجح فيها ووقف وجها لوجه في وجه مهوبي وقال الانتخاب لا العصابات ونريد تغيير حقيقي لا نريد تغيير جذري لا نريد تغيير وجوه البائسه من النظام السابق في وجه وبوجه زباني الذين اتوا بهم في اطراف واحنا راح تكون واضحه نحن ليس مع ليس اطراف نحن جزء من سكان ولايه اطراف وليس مع الحمله تاع في مرتبه اهلنا واخواننا ولكن يجب ان تصل الرساله بكل وضوح يجب ان تصل الرساله نحن جزء من هذا الشعب ونحاول قدر الامكان اننا نعبر عن راينا ولا يجب ان تبقى اطراف مثل ولايه متعطى يعني مجرد خلفيه للنظام السياسي واعاده نظام الجديد نحن على الخيار وجزء من الشعب وعلى الشعب الجزائري ان يكون موحدا وتنظرهم بكل وضوح وبكل شفافيه وبكل سلميه اننا مع الشعب الجزائري وستكون مقاطعه مثلنا مثل القبائل مثل العاصمه مثل الانسان مثل كل بلد ستكون مقاطعه وسيفاجئكم وسيكتب التاريخ ان هذا الحراك حد الشعب على كلمه واحده اي انحراف على المسار الوحيد وهو تغيير الحكم ولا يجب نعود الى هذا الى هذا يجب ان نواصل القتال وسنواصل حملتنا الاجتماعيه حتى يوم ان شاء الله ديسمبر يكون فيه مقاطعه كبيره ان شاء الله طيب وعنا فتح المحط كلنا وربما يكون في محاكمات هذا لا يثنينا على التضحيه لا يثنينا على الاستمراريه وحنا عبرنا على سلميتنا وحتى في مركز السلطه قلنا لهم باللي احنا ما عندنا مشكل مع جهاز الامن ما عندنا مشكل مع الجيش الوطني الشعب احنا عندنا مشكل مع توجه سياسي للدوله نحن نريد بناء دوله حقيقيه نعم. وبالتالي حتى الشباب كانوا مبدعين في الرد على محاضر الاستماع تاع الشباب تاع الشرطه
طيب ويعني خلوكم يعني اطلقوا سراحكم بدون شرط ولا هل وقعتوا على محاضر تعهد شيء؟ ما سمعنا في محط وكان اللي وقع لموقع حسب كل شخص ولكن راح على حسب معلومات ولا حسب ما فهمنا من ما فهمناه من الحالة اللي كانت محددة وكأنه كان فيه كان يعني بعد قد قرار يعني كان فيه يعني قرار على بعد كل ساعتين ثلاثة جي قرار يعني تسمع عليهم ممكن تعمل الاستمارة نتاع الاستمارة نتاع الحول نتاع المعلومات ومن بعد كانت فيها الإجراءات نتاع حد ابقى معنا كثير الوضع وبالتالي تم الخروج نتاعنا اخر وعد كنت خرجت انا اخر وعد انا حتى الى تقريبا منتصف الليل والنصف ابقى معنا محاد ارجوك سنشاهد فيديو ثاني من الضرار ونتحدث ناخذ وجهه نظر الاستاذ صلاح الدين من جنيف ونعود اليك ابقى معنا محاد ارجوك مازال تشافون نستضيف مجددا الاستاذ صلاح الدين يخلف الناشط الحقوقي من جنيف استاذ صلاح الدين اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا مرحبا بك الاخت سوريا وتحيه لك ولكل الاحرار والحرائر داخل والخارج كيف تبعت الاستاذ صلاح الاول حمله انتخابيه بدات انطلقت امس نعم كيف تبعت أول يوم في الحملة الانتخابية اللي انطلقت أمس يعني ما هو تقييمك للأول يوم؟ يعني الحملة الانتخابية لم تبدأ بالأمس بل بدأت منذ أيام لأن الأحرار والحرائر بدأوها في ولايات عديدة باستغلال الألواح المخصصة للافتات المرشحين لهذه المهزلة هذيك حملة اسمح لي صلاح هذيك حملة الحراك سنتحدث عليه لأنه الحراك بروحه عامل حملة انتخابية مضادة فعلا أول يوم خرج مهبو بالعيد يعني كما كنا نشوفه في على الفيسبوك يعني زوج مترشحين راحوا قعدوا حدا بعض قعدوا راحوا مكان واحد وراحوا للأضرحة وقعدوا جلسوا شربوا شاي وكلوا كوكو ومشاو نعم يعني هم لما يرى المشاهد الكريم ما يجري في مهازلهم اليوم فلا عجب في ذلك لأن الشارع قد عرف من هؤلاء وقد سماهم ببنات بوتفليقة فهم على خطأ أبيهم بوتفليقة وهو الذي استفتح حملته الانتخابية سنة 99 من زوي ومن أضرار فلا بد من استمرارية العهدة الخامسة أن تكون على منوال أول عهدة واستعمال الدين طاقة وسيستعملون الهوية كذلك فيما بعد لكن الحمد لله الشعب واعي بمكائدهم وقد استقبلهم الاستقبال الذي يحق بهم كما رأينا في أضرار ولا زالوا ينتظرون كذلك زيارات كل من تبون وكانوا كانوا يهتفوا على تبون وينادونه تبون وبشين حاجة ما لست أدري سنسأل محاد ما معنى تغيير الاسم يعني هل هو مقابل لمفردة معروفة في الصحراء
طيب وكيف تبعت انت؟ تعرف انه مثلا بن فليس بدا في قاع ايضا يعني النقطه المشتركه بيناتهم انه هؤلاء يذهبون الى القاعات، يعني ما عدا نعم ما عدا ما عدا ما عدا لرحل العاصمة اللي قال لبن دهينة اللي وقف في ردهة البريد وقال سأنطلق الحملة من حيث كنت في الحراك مع الملايين. هذه هذه تعليق لعاله. ما رأيك في أنه يخرجوا يقعدوا يدخلوا في قاعات؟ قيل أنه أصحاب الناس اللي يجي للحضور هذم ديزانفيتي، يبعثوا لهم دعوات تعال أنت وجيب معك لي في الدار، جيب معك لي في الدار تعالى، ويخطبون في الناس، والاعتقالات هي برا، القمعرة هو برا، والهتافات المناهضة ليهم برا، ثم يركبوا سيارات ويمشوا. يعني هي نفس السلبيات وسلوكيات النظام البائد أو عهد بوتفليقة البائد، تجميع الناس في قاعات، لأنه أولا هؤلاء الناس مرفوضون في الشارع، والقاعة تضمن لهم الحماية ويضمن يعني دخول من يشاءون. أما الدعوات فهناك حتى من يستدعى لموضوع آخر ويجد نفسه في حملة لهذا المرشح أو لآخر. الآن مثلا في جالما الأحرار يقفون لزيارة بن فليس في ضد زيارة بن فليس. الآن بالأمس كان الأحرار في تلمسان رافضين لزيارة بن فليس. بن جرينا لسوء الحظ أنه يبدأ حملته من البريد المركزي الذي كان مغلقا في وجه الأحرار والحرائر طيلة أشهر، بحجة أن السلاليم مهددة بالسقوط وخوفا على سلامة المواطنين، لكنهم لم يخافون على سلامة بن جرينا. بن جرينا سنشاهد، سيجهز لنا الزملاء فيديو لبن جرينا نقلته رويترز للأخبار، نقلته وكالة رويترز. سنشاهد بن جرينا يعني حتى أول يوم ليه في البريد المركزي كيف تم استقباله. سيد صلاح، هل تعتقد أنه هذا تحصيل حاصل الرداءة اللي صمم عليها هذا النظام؟ يعني كل إناء بما فيه ينضح. يعني النظام لو ما تكونش هذه السلوكيات من طرف أزلام النظام لظننا أن هذه الحملة في بلد آخر أو في دولة أخرى، لأنه هذه هي سلوكيات النظام، وهذا ما في جعبته من كذب ونفاق وتدليس وتزييف للحقائق. أنا أردت فقط أن أنتقل بك من الحملة الانتخابية إلى ما قبل الحملة مثلا، وهي نفس الأساليب. يوم الاثنين والثلاثاء بجنيف هنا كانت ندوة لم يعلن عليها، بل كانت ندوة في السر من أزلام العصابة، ونعرف أنهم كالخفافيش لا يستطيعون إلا أن يشتغلوا في الكواليس وفي الظلام. وكان من منشطيها العقيد العربي الشريف الذي تأتي به قنوات العار دائما وضيف دائم في قنوات العار، ومن ينسبون ومن يقولون عنه مؤرخ محمد بلغيت، وكذلك من ينسبوها لسلك المحاماة فاطمة الزهرة بن براهم والمحاماة منها براء، وكذلك مواطن محاضر آخر. لكن كل الحضور كانوا طلبة سويسريين في لا ميزون دو لا بي أو دار السلام هنا بجنيف. كان معظم الحضور شباب طلبة سويسريين وفرنسيين وبعض المنظمات، وأتوا يدلسون عليهم حول الحراك ومستقبل الجزائر والانتخابات. ثم قدمت قناة اليتيمة صورة، على صورة فقط، لم تقدم حتى فيديو لهذه الندوة، تقول أنها استكمالا لحراك الشعب الجزائري، ندوة توعوية من طرف نشطاء. طيب هذا ما تقدمه أستاذ صلاح، ما زال عندك شيء تقول؟ تفضل أستاذ صلاح. نقطة فقط للإشارة، أنه هاته بن براهم منذ 4 أشهر كانت تقول أن ليس هناك معتقلين في الحراك، وأن معظم المعتقلين اعتقلوا لأنهم إما لجنح سرقة داخل المسيرات أو لاعتداء على النساء، في حين
في اليوم الذي عقدت فيه الندوة يوم الاثنين، نعم، كان الأحرار والحرائر يحاكمون بمحكمة سيدي محمد، نعم، ومنهم من حكم عليه بستة أشهر نافذة، ومنهم من هو تحت الرقابة القضائية. فهذه هي سلوكيات النظام، العمل في الخفاء والخفافيش. الإشكالية أستاذ صلاح، الإشكالية أنه هذا النظام لم يجد حتى من حتى وجوه أنت فيها المصداقية، فيها الثقة، فيها الكومبيتونس، فيها عندها يعني هل بن براهم يعني شخصية يخرجها النظام تمثله مثلا في هذه المرحلة بالذات؟ ربما في مراحل سابقة، لكن هل هذه مرحلة مثلا تقدم فيها أنت بن براهم؟ هل هذه مرحلة تقدم فيها واحد الأكاديميين، واحد الشخصيات؟ يعني الرداءة تجر بعضها، يعني النظام مش لاقي حتى ناس يحمروا له وجهه بالجزائري، يعني فاقد الشيء لا يعطيه. هذا ما يسعى النظام، يعني هذا ما في جعبته من وجوه. وأنا أظن أنه الحمد لله الآن الحراك يتقوى يوما بعد يوم، وفي حتى من الذين غرر بهم وكانوا يؤمنون أن هذه الانتخابات ستكون تغييرا وأن العصابة انتهت، لكنهم أدركوا كلهم أن فلول العصابة هم الذين يتحكمون في الوضع، وأن أغلب ما يقومون به ما هي إلا تمثيليات. طيب، نشاهد بن جرين، نشاهد مترشح كما كنت تحكي للانتخابات، من المفروض يجي إذا نزل الشارع يستقبل الناس، يشوف الناس، المفروض عنده برنامج انتخابي، يعني الصورة تحكي على نفسها، والتصوير ماهوش للقنوات الموالية ولا للإعلام، التصوير هذا رويترز، يعني الفيديو هذا انتشر عبر العالم، الحقيقة انتشرت عبر العالم اللي يحاول الإعلام يعتمها. نشوفوا هذا الفيديو لرويترز. الحزب الوحيد سي احمد اللي ايد الحراك قبل انطلاقه يوم الاربعاء 20 فيبري، وقت اللي الاغلبيه كانت على بالها بلي الحراك ما ينجحش، ونازلنا اليوم باش نقولوا احنا جزء من الحراك وباش نبنوا مطالب الحراك كلها اللي مازال ما تنفذتش راح نبنوها. جيبوا امن، شفنا المصلحة تاع بلادنا، الصناديق هي اللي تخير لنا الرئيس، وهي اللي تدينا للأصلح. إذا شفنا صلاح بلادنا، كل جزائري ممكن لو يسمع فيا، كل جزائري لو يسمع فيا الخير لهذا البلد، ولا حبينا نحو أدناب فرنسا، وأنا حبين نحو العروق اللي راهم متفرعين في كل حاجة، نذهب إلى الصندوق. إحنا ما نقولوش غير ديجاج ديجاج ديجاج، وين راح نبدو بلادنا؟ وين راح نوصلوها؟ الحل في الانتخابات. ولا بعد وقت اليوم جينا وقفنا هنايا باللي ما كاش الفوط بربي ان شاء الله، وما يكونش بربي ان شاء الله الا باراده الشعب هذا. الشعب هذا هو اللي قرر كيفاش يكون الفوط، وكيفاش يندار، وكيفاش يروح، وكيفاش ينتهي الفوط هذايا. ايب
باستعجال صلاح باش ما يروحش علينا محاد من أدرال. طيب استاذ صلاح، شفت انت كيفاه يعني مترشح للانتخابات يقول لك بلي انا بديت من البريد المركزي لانه انا هنا في الحراك وانا وقفت مع الملايين وانا هنا راني من 22 فبراير، ومع ان الحراك لا يريد الانتخابات والحراك ما عرفوش والناس خرجوا يندوا به يعني. وفي نقطة ثانية مشهد ثاني انه الاعلام والكاميرات مركزين عند المرشح وعند الناس اللي جابها من المرشح معه، اما لما تمشي للناس اللي معروفين حتى الوجوه اللي سجلت معها رويترز الشباب معروفين، ما كاش كاميرات ما وما كاش إعلام، ورويترز اللي يمكن راحت ليهم لأنها رويترز، لو كانت التلفزيون العمومي أو الشروق لا ما كانوش عطوهم مايك يعني كلمة. كيف ممكن أن تثق باللي هذه انتخابات نزيهة كما يدعون والمرشح يكذب من أول يوم؟ أولا لم نرى له صورا في الحراك وفيديوهات، بل في أول الحراك كان الحراك قد طردهم جميعا لأنهم يعتبرون من العصابة وكان يقول لهم تتنحوا قاع. هو قال أنه مرشح النوفمبرية الباديسية، والنوفمبرية الباديسية براء منهم، وكذلك هذه ما هي إلا شماعة يختفون وراءها. وأقسم غير حانت لو كان بن باديس اليوم وكذلك شهداء المجاهدين نوفمبر سكر لهم السوايا كل السوايا كل سكرها لكانوا قد خونوهم ووصفوهم بالعملاء والزواف وغيرها من الأسطوانات التي نسمعها اليوم. لكن أريد أن أتطرق إلى ملاحظة ونقطة هامة، أنه الآن خاصة في هذه المرحلة لما يتكلم بنجرينا على الحراك، أنا أنقله إلى 4 أشهر من قبل عندما كان يتبجح ويريد أن يظهر نفسه بالمعارض والفارس الذي أتى على فرس بيضاء لكي ينقذ الجزائر والجزائريين، عندما قال أن بدوي أتى به السعيد بوتفليقة متعمدا لكي يضع له أبليكاسيون أو برمجية ليزور بها الانتخابات من البيت. يعني أتى به سعيد بوتفليقة خصيصا للتزوير، وها هو اليوم يقف الحراك ويقول أنا من الحراك بدوي. شكرا لك صلاح، خليك معنا، ولكن يجب أن نذهب لمعاد لمحاد قاسمي. محاد أعطيناك فرصة ترتاح وربما الخط يتحسن. محاد بن قرينا خرج في العاصمة وقف في ردة البريد المركزي ويقول أنا أبدأ الحملة من حيث كنت دائما في الحراك، وأنا من 22 فبراير وأنا هو الحزب الوحيد اللي أيد الحراك وركب السيارة الكات كات أو النوع الفاخر اللي راهو والحال يعني اللي جارد ديكور ولا راهم معها أو خايف أو أصلا أو كان فيديوهات أنه رماو البيض على كنا بثناهم أمس. يعني ماذا تقول في مترشحين من واحد يروح الضريح، واحد يدخل في قاعة ويسكر عليه، وواحد يوقف في البريد ويركب السيارة ويمشي ويقول أنا من الحراك والحراك لا يريد الانتخابات بهذا الشكل؟ طيب أتمنى أنك تسمعني. المشهد أتمنى أنك تسمعيني جيدا. الواقع أننا نعيش أزمة نظام، ولا أزمة ظرفية، هذه الحقيقة. أننا نعيش أزمة عميقة جدا، وهذه الظروف التي تتكلمي عليها الآن سواء ذهاب سياسيين ومرشحين على الأضرحة وإلى الأضرحة يعني تنجف كأن من سوف ينتخبون عليهم، هذا أمر غريب جدا. الشباب المستقبل، الشباب للمجتمع اللي فيه مجتمع حي يتجاهله يعني فضة وبصورة يعني صعب صعب نقدر نوصف ما قدرنا أخلاق يعني ما هذه ناس يعني نقول بالناس يعني محتاجين الشعب وما أي وصف نقدر لنا يعني أي وصف تقدر تعطيه وصف لأي إنسان أنه يطلب من الشعب أنه يسمع الأصوات وباش ينتخب عليه باش يحكمه وفي الآخر أنه ويروح للموتى ويمشي للصورة التقليدية القديمة اللي في عهد الجهل يعني السياسي يوصف
انه راح يواجه تحديات عالميه، يفترض انه يواجه التكنولوجيا، يفترض انه يواجه قوية ثم في ازمه سياسيه، فكر سياسي، او لازم نجد حل، لازم يكون عنده اقناع، هو يروح للمؤتمر باش يقنعهم. وانا بالنسبه لي صراحه يعني بالنسبه للجرين كلهم نحن يعني هذه السياسه البليده، يعني سياسه بليده البله البله كما وصفه سعد بعقبة. شوف معنا محاد، راح نخلي لك الخط محاد، راح نخلي لك الخط اليوم تحكي كما حتى ينقطع تليفونك، يعني هدية منا لخروجك يعني إطلاق صراحك. شوف معنا بنفليس، يبدا من تلمسان، ولكن بنفليس يبدو انه كان اذكى وبرستيج. بنفليس بدا من هوتيل 5 ستارز ومع الحسنوات، ومع انه في ضريح للا ستي في تلمسان، ولكنه بدا من 5 ستارز. نشوفوا بنفليس من بدا في تلمسان. الزملاء في المونتاج قابلوا استقبال بنفليس وطلع البدرو علينا، وطلع البدرو علينا اللي استقبلوا بها بنفليس. ذكرتنا الاستقبال عمار غول، ايضا عمار غول اللي راهو في السجن الان، العصابه اللي هدر عليها قايد صالح، العصابه تاع قايد صالح اللي دخل الحبس. ثانيه حطوه وداروا عليه طلع البدرو علينا، ولست ناس لا ندري اللي كان اذا كان بنفليس كان يعلم ذا كان يعلم خد باله منها ولا لا، لانها لانه التاريخ لا يرحم، والفيديوهات موجوده ويوتيوب يحفظ كل حاجه. محاد اسمعك محاد. بنفليس بدا من 5 نجوم اوتيل 5 نجوم في 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 تلمسان، مع انه في ضريح للا ستي في 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 تلمسان. كيف تابعت الاستهلال هؤلاء اللي يعني استدلالات يعني بدايات هي استدلالات، يعني كيف تقراها؟ نعاود نكرر من الاولى، قلت كاين فرق بين السياسه كيف اعتبر مثلا مثلا ما حسب كشخص، ولكن وما يقاس على مثلا الاخضر الابراهيمي مثلا كشخصيه، كتب كتب، تكلم على الجزائر، تكلم على الثينات، تكلم على الثينات، وبالتالي المفكر السياسي هو الذي من القدره على التاريخ وقدرته على الاستشراف. هذا ولكن خلينا نشوف الان في المشهد نتاع الان النظام هو البساطه السياسيه. انا كنت اتوقع انه على الاقل يكون فيه فوارق بيناتهم، ولكن اتضح انهم في نفس المستوى في نفس المجال، لان ما اتذكر انه تبون كان اول قال انا زياره كان الشيخ بن الكبير كذلك، انه بن قرينا كان ثاني يتكلم ويحاول هل محد هل تعتقد انهم كانوا محد الخط تاعك يتقطع بصراحه، وانا اتاسف لذلك. محد تفضل لانه الخط ما يوصلنيش محد مليح. تفضل. مترشح جاء البارح، كان يقول في جماعه الحمله، قال لهم انا حلمت بلي لازم نبدا من الاضرار، وجا الاضرار يعني لازم تعرفوا ولازم تعرف الجزائريين بلي هاد الناس دخلوا الجهاز السياسي جدالين، حتى لانهم غير قادرين على مواجهه السياسه ومواجهنا بالضبط. وبالتالي نتمنى انا كيف يمكن انه صانع القرار الجزائري كيف يقبل ان تصل الاهانه
وإهانة للجزائر في هذا المستوى. كان ممكن أنهم تكون عندهم القدرة يا غير معقول. حتى لما نتكلم على معدل النمو وانخفاض معدل النمو بالنسبة للإنتاج، أو حتى نتكلم عن الضريبة، نتكلم عن الاستيراد الزهر وانعكاس من المستوى نتاع خروج الأموال. كل هذه النقاشات هي بحد ذاتها ليست مستوى. لازم نعرفوا باللي الجمهورية اللي جاي راه باغي يواجه العالم، اللي ما يقدرش يعطي قراءة للعالم. طيب هو هذا هو هذه هي القراءة اللي قرأها الكثير محاد، هي هذه القراءة اللي قرأها الكثير. الواضح أن هؤلاء لم تكن لهم القدرة على مواجهة الشعب، لم تكن لهم القدرة على مواجهة الشعب. يعني واحد راح الأوتيل، واحد راح الضريح، وناس راحوا الأضرحة، أما تبون فهو ما قدرش حتى يحط رجله في تيزي وزو. فأي حملة لأي انتخابات. أشكرك جزيل الشكر محاد القاسمي، ستكون لك معنا مشاركات كثيرة، وأنا أشكرك جزيل الشكر، وتحياتي لكل الشباب اللي تم إطلاق سراحهم، وتحياتي لسكان أضرار. ومباشرة نحكي مع محمد فدال لأنه مستعجل. محمد فدال هو ابن حليم فدال الذي اعتقل أمس أمين عام جمعية مكافحة الفساد في شلف. محمد أهلا وسهلا بك. السلام عليكم، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بك، شكرا لك محمد. الآن أعطينا كل التفاصيل حول اعتقال والدك حليم فدال. لي ديتاي ما شغل، انا ما كنتش معاه، مين نحكي لك شاطره. صباح راح صدر وقفه، دار وقفه تاع على جال باسكو كان في المحاكمه تاع واحد الموقف، واحد يوقفهم بالخميس، ايا راحوا دار وقفه سلميه نورمال. ومن بعد التليفون تاعو ما كان طافي، حنا تسجلنا، ومن بعد عيط للصديق تاعو قال لي بلي ودي باباك ماشي ريبون باسيل في التليفون، الا نعطوا للسونترال. هبطنا للسونترال، سقسيتهم قال لك منا، قال لك فوالا هنا وعشيه ان شاء الله يطلبوه. رجعت للدار، نصيب زوج سيارة تاع الشرطه، كنت طلعت للدار نصيبهم يحوسوا في المنزل توي 4 تاع العشيه ولا داو لينيتي سونترال تاع الاورديناتور تاعنا، ونورمالمون داو كيكو شي شيء شي باسي، ما اسيستيش كاع لوبيراسيون. فوالا الان هو وين موجود، اين هو محتجز؟ مازال راه في السونترال سي بريفي اليوم بريزونتي، وعلى حسب ما سقسينا قال لك مازال، ونورمالمون غادي يروح الغد ان شاء الله. طيب هل مشيتوا شفتوه؟ مازال ما تلقيت به. لا مازال ما مشيتوش. راح للسونترال خلى العشاء بصح ما شفتوش. كيفاش علمتوا؟ شفتوه والله داني. نعم اسمح لي، كيفاش شفتوا؟ كي جا كي عاود ترجع للدار هي كيسبون فيركيزيسيون، هو كان معاهم. اسمع كيف كيما ما فهمتش مليح، كيف علمتوا بخبر اعتقاله انه معتقل عند الشرطه؟ كيف عرفتوا؟ كان صباح وقفه، ومن بعد عيطنا له فما ديفو باش يجي يفطر، ما جاش. ومن بعد جيت وراها عيط للصديق تاعو قلنا مشي عيط اللي يروح نشوفوا بالك راه في السونترال باسكو الصباح كانوا وقفه. اوكي يعني انتم يعني هما ما طولوش حق انه يتصل باهله ويقول لهم انا محتجز، يعني انتم عرفتوا بالتحصيل حاصل. هو كان مع كان مع ما لقيتو ني كونفوكاسيون ني ريان دي تو. جو بونس مطريك راه عند ان راديولوج الله اعلم، ورا هذيك الوقت عرفها وما داو ديريكتومون. طيب ما كيجيش اون فان صافي شغل شغل كلش كان موجود انا على حسب ما تبان لي باسكو جا ديريكتومون بيركيزيسيون ورا لاري تاعو. طيب جوست حبيتنا اون سي با لا ريزون بور لاكال حبسوه، ما تعرفش شغل السيد ما كان رافد ان درابو خاطي، ما كان يكسر، ما كان يدير الحركه كيما كاع الناس. بون هو هل هو ناشط في شلف، ناشط في الحراك في شلف؟ ديفوي إيستو يهدر كاع مقبل كاع هذه الوحده الخامسه، وكاع كان يهدر في البوليتيك، يخرج الحراك تاعو ريكلومونتير. اوكي. ما عندنا لا لافيت لا والو في الدار. دونك انا جوبونس لا ريزون خاطي الحراك وكاع. جو سي با. طيب محمد انت ما رايك يعني في ما يحدث يعني في الجزائر، ما رايك في هذه الانتخابات؟ انا على حسب
ماشي نهضر لكش على الانتخاب حتى نهضر لك على ما يحدث. انا سكو جو بونس بونس كي نقول لك صارت مون افي هنا في الناشطين هنا في ولايه شلف داروا ان دوسي لور طري لور على لي بيرسون كوروبي في شلف وي زون توشي بوكو تات لي غروس تات اون فو دير دي زون دافير دي كادر المهم جيست ورا هذا الدوسي اللي مدار الناس اللي كانت مسينيه فيه راهم يتوشوا بالوعد. انا سكو جو ماركي وسي مون اناليز وسي مون مون بوان دو كيما يقول لك. طيب هل تعتقد ان والدك حليم فدال لانه يكشف في قضايا فساد حول في الولايه ثم في اللي تجري في الولايه في شلف ولهذا هو مستهدف؟ انا هذيك بالي سي مون بوان دو و سي لوجيك باسكو تقولي ان كوانسيدونس يحبسوا هذو الناس اللي سينياو ويجيبوا ديريكتومون للدار يفتشوا يدو لورديناتور يدو يحسوا على دي شي ولا صار اوكي رولاسيون مع الحركه هذا جوبونس. وما جاوش للدار عملوا تفتيش يفتشوا على يدوروا على ملفات ما سي جاو للدار قلت لك بلي اسمح لي انا الصوت ما يوصلنيش مليح. انا اشكرك الاستاذ محمد فدال ابن الحليم فدال امين عام جمعيه مكافحه الفساد رهن الاعتقال في مخفر الشلف. اذا سنتابع هذه هذا الملف وكما نتابع كثير من ملفات المعتقلين. وانا اشكرك جزيل الشكر. نذهب نشوفوا فيديو ثاني من هذا الحمله ونعود نتحدث الى ضيوفنا في قلمة. وهكذا اصبح البلايك اللي لقوا فيهم الحمله الانتخابيه تاع الرئيس تبون وصاحبه من البليس يلعبوا فيهم هذول الصغار. ما كانش المرافق اللي لعبوا فيها الولد الصغار تحولت هذه البلايك مرفق للترفيه اطفال صغار يلعبوا. الله يبارك الله يبارك الله يبارك ويديروا حتى السباقه. الله يبارك رقم واحد. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. العب 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 يبارك لك من ذكر. إذن هذه أيضا من الحملة الانتخابية تاع الحراك الشعبي أنه لافتات مهملة أصلا وحتى الأطفال صاروا يلعبوا بها. ونروحوا للبويرة وحدث جديد تاع اليوم في أيت في قرية في البويرة حدث هذا اليوم. في إطار الحملة تاع الحراك الشعبي السواد الأعظم من الشعب الجزائري اللي هو رافض الانتخابات في هذه الظروف تحت جنح هذا النظام ورموزه. في هذه كانت قرية أيت العزيز في بويرة. قيل اللي بعث المنشور أنه أغلقوا مكاتب الاقتراع وطردوا الدرك الوطني ونشوفوا حتى الدرك الوطني وانسحب. في برج بوعريج ايضا نشوفوا المظهر من مظاهر الحمله على هذه الانتخابات على طريقه الحراك. رئيس بلديه الماين قلتها عده مرات هذه الانتخابات مستحيل تجرى في البلديه تاعي كرئيس بلديه ما نظمش هذه الانتخابات ونطلب الاخرين. لانني لست موظف عند اي واحد، انا الشعب اللي رجع لي في هذا المنصب، واش يقول الشعب نديروا انا نطبقوا، انا تحت راية الشعب، السلطة للشعب، السلطة للشعب.
إذا كان هذا رئيس بلدية برج بوعريريج. برج بوعريريج ونتحدث لصلاح. صلاح، ما رأيك لو نبدأ من حيث انتهى الفيديو؟ ألا يبدو موقف رئيس بلدية برج بوعريريج أذكى من مواقف سياسيين كبار دخلوا للحراك ودخلوا للحراك في عملية انتحارية، دخلوا للانتخابات في عملية انتحارية كما وصفت؟ تحية إجلال وإكبار أولا لرئيس هذه البلدية، ويعني هو ما قام إلا بواجبه، فمن المنطق أو ما يفرضه المنطق من المفروض أنه رؤساء البلديات والنواب هم ممثلي الشعب. يعني لما تكون الأمور عادية ولما ما يجيوش بالتزوير وعن طريق الشكارة، فالموقف اللي قام به رئيس البلدية هذا المفروض أنه كل رؤساء البلديات وكل ممثلي الشعب الذين اختارهم الشعب يكونون لهم مواقف مماثلة. وهل اختار الشعب غير رؤساء البلديات؟ يعني الشعب حتى رؤساء البلديات وفيه ما يقال، يعني التزوير في المحليات كان كذلك بإطناب، اختار البرمائيين، لكن نعرف كيف أنه البرلمان يؤسس ويكون، معظم النواب يأتون بشكارة وكذلك بالتزوير. لكن لماذا بعض البلديات الأخرى لا تستطيع أن تقوم بذلك؟ لأن الأغلبية بوتفليقة استعمل سلاحا. لا نتسرع صلاح، لا نتسرع، وتاع برج بوعريريج راح يشجعهم وراح يزيدوا يخرجوا يعملونا فيديو يبعثوا. لا نتسرع لم أقول جلهم. طيب، يعني ملفات فساد عليهم فلا يستطيعون التحرك، لأنه لو يتحرك فسيكون مصيره السجن، ويعني هذا معروف. طيب صلاح، ألا تبدو من أول يوم بالمقارنة، يعني الحملة اللي عملها الحراك الشعبي خلال مع بداية الحملة الانتخابية أذكى ويعني وجديرة بالمتابعة على الحملة الانتخابية للمترشحين نفسها؟ نعم، الشعب الجزائري شعب مبدع، وخاصة اليوم لما الشعب الجزائري استطاع تجاوز ثقافة الحقد التي زرعها الاستعمار وكرسها أبناؤه في المجتمع، فاليوم الشعب الجزائري لحمة واحدة ومطلب واحد، يقول ما تبدلوناش السجي تتنحاو قاع. لما نرجع لما يقوم به الشعب الجزائري من إبداع، يذكرون كذلك ببعض المواقف لبعض الإخوة الذي نحييهم من هذا المنبر، منهم من هو في السجن كرضا عمرود وغيره من الأحرار الذين كانوا يقفون ضد تشريعية 2012 وضد العهدة الرابعة وضد تشريعية 2017، وكانت لهم مواقف مثل هذا من الرسم على الألواح وغيرها. هادم الإخوة الذين افتقدناهم، نسأل الله أن يفك أسرهم. لكن سأعود فقط لبنفليس وتلمسان، يعني عندما يبدأ حملته من أوتيل خمس نجوم، من سيكون في معزوما في الأوتيل؟ هل هذه الحملة موجهة للشعب أم موجهة لفئة معينة من دبابي؟ والسؤال اللي يطرح نفسه الثاني أستاذ صلاح، هل هم خايفين من رد فعل الناس؟ هل هم خايفين أن هو هل هذا لأنهم هم داخلين على حملة ويعرفوا أنها الشعب رافضها اصلا، ولا هو رايح يخطب في الناس ويعرف باللي الناس ما مش باغينه، ما ناس ما مش متقبلينه؟ والسؤال اللي يجر السؤال، ولماذا تروح في حمله اذا انت مع من؟ اذا انت تترشح لحمله رئاسيات باش تكون رئيس كل الناس، اذا تعرف باللي هذا الناس ما مش حابينك تكون رئيس عليهم، فلماذا تترشح؟ ولما على من ستكون رئيس؟ ومن الذي يدفعك حتى تكون رئيس؟ يعني سؤال كثير تجر بعض. يعني أستاذة سورية، يعني هذا مفروغ منه، لأنه مثلا لو ناخذ بنفليس عينة، أولا لازم نحلو لماذا ذهب إلى تلمسان. ممكن هو تحدي لجماعة بوتفليقة أنه بدأ من معقلهم وهي تلمسان أو للا سيتي راح للخمسة نجوم وتصور مع الحسنوات تاعت تلمسان ولم يذهب للا سيتي. المشكلة لكن أنا ما أردت أن أقول
بن فليس معروف يعني من سبات إلى سبات، يظهر إلا في الانتخابات. 2004 كان قد ترشح بإعاز من العماري وجناح في السلطة وجناح في العصابة، يعني هو جزء من العصابة. 2014 كذلك عند سقوط التوفيق ترشح في انتخابات بعد 10 سنوات، أول ظهور له كان لإعلان ترشحه في 2014، وهذا يعني أنه يمثل جناحا ضد دائما داخل في إطار صراع الأجنحة، وها هو اليوم كذلك في انتخابات العصابة مرة أخرى ضد شعبه. أردت فقط أن أفتح قوس يوم عمار غول الذي هو الآن نزيل سجن الحراش، أنشدت له نفس الأنشودة، قلت أبياتا يعني حاولت نغير هذه الأبيات التي قيلت واللي يعني لكي أضعها في مآلها الحقيقي. ها هو اليوم التاريخ يعيد نفسه، فأنا أظن أنه كان بالأحرى لهم أن يغنوا له طلع الغدر علينا من ثنايا النكبات. لا 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 لا، احنا نتعامل مع الخبر، لا مع لا لا مع لا لا لا، نعم. لا هذا اتهام، انت انا تحفظ عليك، ليس اتهام، وانت لا 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 لا، نعم. وصف الانسان بالغدر لا في الغدر. انت ممكن انا ساكلمك لماذا طلع الغدر، لانه غدر بحراك الشعب الجزائري، غدر بالوقوف مع هذا الشعب، والشعب يطالب برحيل العصابة وأنت تقف مع هؤلاء. و لا لا لا، إذا تحدث عن الغدر لغدره بالشعب في مستقبله وفي ثرواته وفي مستقبل أولاده وشبابه، أهم بيني أما ما نقدر، لكن الشعب بالغدر، لأن هذا نحن نتعدى الآن، الآن راح نتعداو حدود الحملة الأخلاقية، أخلاقية الحملة الانتخابية. كل من وقف، راح نتعداو، كل من وقف ضد الشعب، كل من وقف ضد إرادة الشعب اللي ضد إرادة الحراك، أوكي الغدر لا، راح نتعداو حدودنا كالحدود الأخلاقية الحملة الانتخابية. خيانة للحراك، هي خيانة للحراك. الحراك يعني لو يقولها الحراك احنا ننقلوها، لو يقولها الحراك احنا ننقلها. قالها طيب، قالها وكررها. طيب ما دام انت جبت على سيرة بن فليس، احنا على كل حال القلقة هذه ما تحس حتى مترشح، ننتبه كل حلقة بحلقة تقييم لكل يوم حملة انتخابية، ونرجع لبن فليس بس من غير غدر من فضلك. طيب نشوفوا طيب بن فليس ماذا قال على حملة تاعه هو بروحه. بالنسبة لما شاهدته اليوم، أنا نشطت تجمعا شعبيا كبيرا في قاعتين كانت مكتظة، والحضور كان قويا، رجالا أساسا ونساء كذلك، فشرحت جزءا من برنامجي للمستمعين والمستمعات، وتمت الأمور في هدوء تام. حقيقة قيل لي أن خارج القاعة في بعض العشرات من المواطنين اللي هما ضد الانتخابات عبروا عن رأيهم برفضهم الانتخابات، هذا من حقهم. الآن احنا في الطريق لتمر راست، وهو ثاني تجمع نقوم به، إن شاء الله الأمور يتم كذلك بخير. لا مخرج للجزائر بدون انتخابات رئاسية. أعرف أن هذه الانتخابات ليست ولا يمكن أن تكون انتخابات مثالية، لكن أقول أن هذه الانتخابات مقبولة، وستمكن الشعب الجزائري من الوصول بالجزائر يكون لها رئيس، والرئيس يخاطب الشعب الجزائري، والرئيس يخاطب كل المؤسسات، ويخاطب النقابات، ويخاطب الأحزاب، ويجمع الطبقة السياسية، ويلقى الحلول، ويلقى المخارج. لذا أنا مع. طيب واش رايك الان، علق لي على ما سمعت. قطع الصوت. استطيع الان في هذه الغرفه لاربع امتار لاربع امتار ان املاها بعشره اشخاص، واقول انه كانت مكتظه ب يعني العبره بحجم طيب القاعه. هذه الصوره هات نتجاوزوا، لانه البرنامج يعني راح يخلص علينا، هات نتجاوزوا هذه لان الصوره موجوده والناس نوعيه الناس موجودين ومش محتاجه بيانات. احكي لي على انه هذه الانتخابات هي اللي الحل وهي اللي كذا وهي كذا، ما هو تعليقك على هذا الكلام؟
هذه الانتخابات هي حل لكل من يريد أن يتموقع، لكل من يريد أن يحقق مصالحه الامتيازية، لكل من يريد كذلك أن يحوز على أشكارة ويحضر نفسه لمواسم أخرى مع هذه العصابة لترضى عليه. نعم، هي من حيث هذا الجانب نعم، لكن الأمر مفروغ منه. الشعب قال كلمته، لا انتخابات مع العصابات. أستاذة من فضلك، أردت فقط لو أنتقل لنقطة أريد أن لا أفوتها. أندد من منبركم بموقف مندوب الأمم المتحدة للجزائر الذي كان مخزيا، حيث دعم وثمن في المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التي كانت على مصر فيما يخص موضوع حقوق الإنسان في مصر، حيث دعم وثمن ما يقوم به النظام المصري، وهذا مخالف للرأي الشعب الجزائري الذي قال كلمته. طيب ممتاز، هذا مندوب الأمم المتحدة. نعم، مندوب الأمم المتحدة. طيب بالله عليك، صالحة، هل هذا يعني أنت خذتنا الملف الثاني، ولكن هو في نفس السياق، التحرر والشعوب تتحرر والديكتاتوريات، ولكن يعني بالله عليك لو هذه الأمم المتحدة يعني فشلت من زمان، خلاص قعدت هيئة، قعدت كما النظام تاعنا، يعني فشلت على كل الأصعدة، ولو كانت نجحت ما كانت الشعوب الآن تخرج بصدورها كلها تقابل في هذه الديكتاتوريات. لو كانت هناك فعلا أمم متحدة تجيب حق هذه الشعوب المستضعفة، لو كانت القضية الفلسطينية تحلت، لو كانت سوريا ما وصلتش للي وصلت له، لو كانت مشاكل كثيرة، يعني خلاص، يعني is not to mention، خلاص هذه الأمم المتحدة والله ما تستاهل حتى الواحد يوقف يقول أنا أجب، لأنه هي شبعتنا من الشجب والتنديد. أنا أشكرك كثيرا جزيلا الشكر أستاذ صلاح الدين يخلف، الناشط الحقوقي، حدثنا من جنيف، وكنت ضيفنا عبر خدمة سكايب. بارك الله فيك على وقتك، شكرا لك، وتحياتي لكل الجالية الجزائرية هناك. نواصل بث مشاهد من الحملة الانتخابية اللي عملها الحراك على الحملة الانتخابية، ونشوف بسكرة. رانا رافضين للانتخابات هذه، لا للانتخابات، لا للانتخابات، من بسكرة لا للانتخابات، لا للانتخابات، ما كانش انتخابات من العصابات، ما كانش انتخابات. كانت هذه بسكرة، ونشوفوا واد السوف.
إذا كان هذا تقييم لأول حملة انتخاب، لأول يوم في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر التي تريد أن تفرضها سلطة الأمر الواقع، وترشح عليها 5 مرشحون بدأوا بعرض برامج الانتخابية من القاعات المغلقة، من الأضرحة، من الفنادق، ومنهم من لم يتجرأ حتى أن يضع رجلا في 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 مكان في أول رحلة محطة ليه. ونتابع الحملة ونتابع الحراك الشعبي ماذا سيفعل بهذه الحملة. شكرا لكم.